هذه الأجواء، انظر إلى الملعب من الأعلى، إلى الصورة، إلى الديربي، إلى هذه اللوحة التي يرسمها جمهور الرجاء، التي يرسمها القطب الذي يظهر هنا في مدرج الساعة هنا في الماجانا. يا لها من لوحة، يا له من تيفو، يا كرة عالية الآن سريعة باتجاه وداد الأمة، لكن الفريقين بالتعادل إيجابي بهدف مقابل هدف. الأمور هنا قد تختلف، وفي المقدمة مالانجو الذي ينتظر هذه الرحيمي في تشكيلة المدرب الجولية. تخيل الضغط، لكن كانت الأحاديث بالنسبة لهذا. لكن شوف الآن، شوف المنظر، شوف المنظر الآن، شوف الكاميرات، الكاميرات التي تحاول أن توثق هذه اللقطات. يأتي بنظر فيها كرة عداد، وصلت إلى انجوهر، أيوب العملود، أشرف داريم، بين الفريقين في البطولة العربية ذهابا وإيابا، 1-1. ولذلك الرجاء يحاول الآن، يحاول الآن، مالونجو يحاول، الكرة وصلت إلى حارس المرمى، تعود الكرة من جديد في الصافرة وخطأ. حتى الآن نشاهد الرجاء اللي يتقدم واللي يحاول واللي يهدد، كان والكرة العرضية على القائم القريب، ولكن حارس المرمى محققا. شوف الكرة العرضية، شوف المتابعة، شوف حارس المرمى ردة الفعل، الكرة تعود إلى فابريس نغوما، سيسجلون إن استمروا بهذه الطريقة. سجلون، ولكن الفرميجا مدرج الوداد محاولة هنا التصويبة، الكرة أيضا تتخلص. تشعر بأن المدرجين يتحولان إلى شاشات عرض، إلى شاشات عرض، شيء يا ليت المخرج بس يعطينا كل شوي الشاشة تتغير. طب لكن اليوم انتصار ثمين، انتصار غالي الثمن. الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء، فرحة ودادية كبرى. الآن احتجاج بالنسبة لفريق الرجاء، انظر الآن تابع يتقدم. يا رب للدار البيضاء، خط أحمر اسمه الوداد، للدار البيضاء خط أحمر اسمه الوداد. الديربي يشير إلى الفورميجا، للمدينة القديمة. الأبجيكو والتيفو الأخرتي لوداد الأمة، كان أيضا للأبجيكو أيضا، والآن بعكس مسار المباراة. لكن شوف هنا الباكوش بالنسبة لجماهير الرجاء، تأثر هذا الرات اللي كانت في ملعب الرجاء. تعادل 1، يرسل الكرة لهين المتقدم. يا رب العرضية، يا سلام المتابعة، لا تسل الكرة، تصويبة قوية كانت عن طريق أيوب نانا. صورة تقناوتي الدولي المغربي، كلهم هجم وخطأ. محمد السادس، كأس محمد السادس اسم غالي على قلوبهم بالتأكيد في الملعب، بينما هنا نشاهد اللقطات في هذه المدرجة. أشعر بأن هذا المسر الأضواء، لكن نغوما يخطف الأضواء، نغوما، نغوما وتقناوتي. الآن أحمد رضا، أحمد رضا برضا كبير من مداد، تصويبة كانت خيال. تفوق فريق الرجاء، الكرة بتتحول من جهاب البطولات، تفوق الوداد. عودون بيرسل الكرة، يا رب الديربي يعود إلى مدرج المجانا، يعود إلى درب السلطان، يعود إلى مقهى بويا صالح، إلى رجاء الشعب، إلى النسور الخضر. رجاء الشعب لا يرد، لا يرد، من أجل رجاء الشعب يسجلون، يعدلون. 1-1، محسن متولي، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة. جمال السلامي احتفالية بهذا الهدف. التعادل يأتي، محسن متولي يصنع أولا، يسجل ثانيا. كركات، كركات رجاوي، انظر حان الآن، شوف اللقطة، ركلة بركلة. 1-1، 1-1، والبركان ينفجر. الرجاء وجمال السلامي يتنفسون الصعداء. 1-0، الرسبي، الفرحة، الرجاء، الكرة القوية. يا له من دربي، انظر إلى المشهد. بركان، سميها ما شئت، كركات الآن، انفجار، تنظيم، تقسيم من متعة الدربي. الله
أيوب الكعبي مستحيل. لقطة، شوف اللقطة، شوف اللعبة ما زديع. هل يستطيع؟ هل يستطيع الآن؟ بيرسل الكرة، فيها متابعة، حارس المرمى يتع عن الذهاب. الكرة الآن، فالكرة الآن يا رب التكنوتي من جديد. إن أردتم أن تسجلوا عليه لابد من ركلة جزاء يا رحيمي. سفيان يضرب، سهم يشعلون كل شيء، يحرقون كل شيء من أجل هذا الديربي. انظر إلى سفيان، ضربة الديربي، محسن متولي الوداد. هل يتدخل مدربة؟ الكرة في الجهة اليمنى، فيها محاولة، ولكن هناك ربما شاركت أيضا في شوط المباراة الثاني. هل خرج بابا توندي في الشوط الثاني؟ يعتقدون بأنهم يحبون ويعشقون أنديتهم. انظروا كيف تفعل، انظروا كيف يكون التأثير يا رب. ضربة رأس تعيد رأسام الوجادين مرة أخرى للارتفاع من جديد. هدف سجل المدرب، سجل المدرب، دخل أيمن الحسوني لمثل هذه النقطة. هل شارك من أجل هذه الرأس؟ الله على الكرة الرأسية يا ودادي، يا ودادي، ودادي. كانتاري، كانتاري كما يرددون. الرقم 20، الرأسية تأتي. بركان في المدرج وبركان في الفريق. المدرب دوران أدخله لكي يدخلها، أدخله لكي يدخلها في تأكيد. وبالنسبة هدف يستحق الانذار. ولا يهم، والنتيجة أصبحت 2-1. شوف الفرحة جاء، ولكن شوف الوينر، شوف الوينر، شوف الوينر، شوف الوينر، شوف المنتصرون، شوف المنتصرون. إنهم بهذا المسمى، إنهم بهذا اللقب، إنهم بهذا الاسم الوينرز. ليس لقبا فقط، ليس لقبا فقط، إنه الوداد، إنه الوداد للدار البيضاء. خط أحمر اسمه الوداد، اسمه الوداد بالتأكيد. مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، فرحة كبيرة جدا يتقدم من خلالها الفريق. هل كان أيوب الكعبي؟ هل كان أيوب الكعبي؟ انظر إلى الدموع، يا لها من ربع ساعة بعد أن سجل فريق الرجاء. اعتقد الجميع بأنهم عادوا. أيوب الكعبي يظهر، رأسية من أيمن الحسوني، وبعد ذلك هدف يأتي. شوف رفوة السرعة، المهاجم الهداف في القناص لعبها القدم اليسرى. نظرة واحدة تكفي، لعبة واحدة تكفي. الوينرز ليس لقبا فقط، إنه